شو اشتري سيارة؟ فعليا هذا السؤال بكل بساطة ما له جواب، لانه بيعتمد على كثير تفاصيل بتخصك انت كشاري للسيارة. فبالتالي انت شو احتياجك للسيارة، كم ميزانيتك، قد بتقدر تدفع عليها، وشو بتحب اساسا بالسيارة. واحدة من اهم التفاصيل لازم تاخدها بعين الاعتبار لما تشتري السيارة، فالسيارات الفخامة واللي بتتحدث فيها عن الفخامة والتفاصيل والأوبشنز الكتيرة دائما بتبعد فيها عن الاقتصادية. ولكن بالناحية تانية، فإذا أنت رحت السيارات الاقتصادية فغالبا السيارات الاقتصادية ما فيها هذا الأوبشن والفخامة والكماليات والرفاهيات، ولكن برضو هذا الاشي ما بيعيب هاي السيارة، لأنه في بعض الأحيان أنت بتكون بحاجة لسيارة فعلا تكون بس اقتصادية، ما بدك سيارة إلا إنها توديك وتجيبك بأقل تكلفة ممكنة على جنب. أما شو نوع السيارة تشتريها، ففعليا ما في نوع محدد، ولكن السيارات الأكثر اقتصادية أكثر عملية هي السيارات اليابانية. سيارات ممتازة اقتصادية عملية، موجودة قطعها متوفرة بكثرة، ومع ذلك بتحتفظ على أو تحافظ على سعرها بعد ما تجي تشتريها وتبيعها بعد 5-6 سنوات ممكن تحافظ عليها، ولكن سعرها شوي بيكون عالي بالسوق. يعني موديلات اللي مثلها من سيارات تانية بتلاقيهم كتير أرخص، ولكن هاي السيارات هي الأنسب لحدا بده سيارة اقتصادية عملية وما يوجع راسه أبداً بأي إشي ومش كتير مهتم بالرفاهيات. أما السيارات الأمريكية فهي السيارات اللي معروفة عنها بالمحركات الضخمة، فبالتالي إذا أنت كنت محبين الهدير، محرك والقوة وكذا، روح على السيارات الأمريكية. بدك عدد ركاب كبير، روح على السيارات الأمريكية. ولكن انتبه، بعد 10 سنين إذا بتقارنها بالسيارات اليابانية فبتفقد كتير قيمة سعرها بالسوق، بتفقده بشكل كتير مهول، يعني ممكن تكون نص قيمة السيارات اليابانية. فهذا الموضوع حطه بعين الاعتبار. أما السيارات الألمانية فحدث ولا حرج، الأكثر فخامة، الأكثر تطور، السيارات الألمانية جدا جميلة، ولكن مشكلتها الوحيدة اللي أنا برأيي إنها هي مش سيارات تقدر تعتمد عليها لفترات طويلة، بتخسر كتير من سعرها. فهذا الإشي سببه إنه هاي السيارة بتطلب صيانة شديدة وغالبا ما بتكون اقتصادية، ولكن هون أنت بتتنعم برفاهية الفخامة والتطور اللي موجود بالسيارة، ولكن بدك تدير بالك إنه دائما بدك تكون حاطط إيدك بجيبتك وجاهز إنك تدفع لأول تشيك إن بضوي بالسيارة. هاي هيك يعني اعطيتكم شوية هنس وتيبس سريعة على تقريبا شو الانواع اللي ممكن نروح عليها. في الفيديو القادم هحكي لكم تفاصيل اكثر تساعدك لتشتري سيارتك.